السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله العلي الأعظم ملء البحار والسماء والأنجم، بفضل الله عز وجل من الإضافات القوية جدا 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 في موقع أساكيب في التحديث الجديد، والذي سنعلن عن موعد نشره قريبا بإذن الله تعالى، وهو القرآن الكريم داخل أساكيب. فيمكن أن تقرأ القرآن من الموقع أو تعلمه لطلابك، تفتح الصفحة الخاصة بالقرآن وتقوم بعمل شير سكرين مثلا، وتقوم بتعليم الطلاب سواء عرب أو غير عرب من خلال الموقع بشكل مباشر. طبعا فكرة الموقع تتغير تماما، والموقع يعني لا أريد أن أتحدث، أو يعني سيكون في لهذا وقته إن شاء الله عندما نعلن عن التحديث الجديد، ربما بعد شهر أو أكثر لا ندري. الفكرة أننا هذه سور القرآن يمكنك مثلا أن تحدد سورة معينة وليكن سورة البقرة، تحدد آيات معينة وليكن من الآية 10 إلى الآية مثلا على سبيل المثال 15، وتختار لغة الترجمة وليكن إنجليزية، عندنا طبعا إنجليزية، فرنسية، هندية، روسية، ماليزية وتركية، تختار الترجمة التي تريدها، ثم تذهب تضغط على اذهب من هنا، تأتي لك الآيات التي قمت باختيارها، هذا اسم السورة، والآيات من 10 إلى 15، تضغط مثلا على سورة معينة عندما تأتي بالماوس هكذا وأنت تقرأها، يكون لونها بهذا الشكل، اللون الأحمر، تضغط عليها لتظهر لك ترجمة تفسير الآية، هذه هي الآية وهذه هي الترجمة باللغة الإنجليزية، وأباوت ترانزليشن، يعني هذه الترجمة من أي مصدر، طبعا هنا هذا صحيح انترناشونال، يقال إنها من أعظم الترجمات الموجودة للقرآن الكريم. ممكن تغير مثلا اللغة الفرنسية وتضغط على اذهب هكذا، نفس الآيات، تضغط على الآية مثلا 11، تختار هذه الترجمة باللغة الفرنسية وهذه الآية وهذه أبوت الترجمة، هذا باي محمد حميد الله. هذه الفكرة بشكل بسيط، القرآن كاملا بفضل الله عز وجل بهذا الشكل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به كل قاصد، وأن يبارك فيه وأن يجعله في ميزان حسناتنا بإذن الله تعالى. وارتقبوا أساكيب في ثوب جديد بشكل عالمي إن شاء الله، قريبا تجدون فيه كل ما ترجون بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وطبعا يعني هذه الإضافة، القرآن الكريم على أساكيب، لن تظهر الآن، ستظهر بعد أن نقوم برفع التحديثات التي نقوم بها الآن. هذه البرمجة، هذه لوكال، يعني على الجهاز فقط، لم نرفعها، أو التحديث الجديد لم يصدر بعد، سنعلن عنه قريبا. وطبعا الشركة المنفذة لهذا التطوير شركة إيديو نظام، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.